ركعوا. تقولون أن علي كان ركعاً هكذا في الصلاة، فجاء فقير ففعل علي سبعة هكذا، فأخذ الفقير يخلع الخاتم من يده. هل سيدنا علي كان لا يخشع في صلاته؟ الله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهل كان سيدنا علي لا يخشع في صلاته ويلعب بالخاتم ويخرج؟ هذا طعن في علي رضي الله عنه. دي هذه النقطة. يقول هل صحيح أنه فتح الباب وهو يصلي؟ نعم، حديث عائشة عند النسائي أن النبي كان يصلي فجاءت عائشة فرجع خطوة ثم فتح لها الباب، ما في بس هل سمونها الحركة الجائزة. هل سيدنا علي كان لا يخشع في صلاته؟ الله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهل كان سيدنا علي لا يخشع في صلاته؟ إلا شيخ حركة الواجبة، إذا كنت تصلي إلى سترة وراد أحد أن يمر بينك وبين سترتك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدكم ما ينقص من صلاتي ما ترك أحدا يمر بينه وبين سترتي، فهذا هذه حركة واجبة. ويقول إذا كان أحد يصلي سترة فراد أحد أن يمر بينه فليمنعه. فهذا النوع الثاني الحركة المستحبة، وهي ما يكون فيها مصلحة الصلاة، كان تصلي ثم الصف الذي هواك يكون فيه فراغ فتتقدم حتى تملأ الفراغ، أو عن يمينك أو عن يسارك تتحرك يمين أو يسار حتى يعني تتم النقص الذي في الصف. هذه حركة مستحبة ما في بأس إن شاء الله. هناك حركة مباحة وهي التي لحاجة والتي فعلها النبي هنا صلى الله عليه وسلم، ترجع خطوة تتقدم خطوة يمين خطوة يسار خطوة حتى تفتح الباب مثلا، أو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويحمل حفيدته بنت زينب أمامة، كان يصلي وهو يحملها فإذا أراد أن يركع وضعها في الأرض ثم إذا قام للركعة الثانية حملها. هذه حركة مباحة، حركة ما فيها بأس إن شاء الله تعالى للحاجة.